السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام من الرافدين. ما تاريخ موريتانيا وسكانها وما اسم موريتانيا قديمة؟ كيف كانت المحاضر في موريتانيا وما نظامها وما منهجها؟ من أبرز العلماء في موريتانيا وما أبرز المدارس الأدبية في موريتانيا وما خصائص الشعر الموريتاني؟ سنناقش ذلك إذن في حلقة لسان العربي لهذا الأسبوع بعنوان اللغة العربية في شمال إفريقيا الجزء الثامن. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع اللغة العربية في شمال إفريقيا الجزء الثامن. نرحب مشاهدينا بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية، حياكم الله ومرحبا بكم أستاذنا. حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا ومرحبا. ونرحب أيضا مشاهدينا الكرام بضيفنا عبر سكايب من نواكشوط الأستاذ الدكتور أحمد مزيد البوني الشنقيطي أو شنقيطي، عضو مجلس اللسان العربي في موريتانيا، حياكم الله ومرحبا بكم أستاذنا. حياكم الله، أهلا وسهلا، الله يبارك فيكم. أهلا بكم. نبدأ منك دكتور حمدي، إذا حدثنا بدءا عن موريتانيا اسما وتاريخا وسكانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. في الحقيقة موريتانيا أو شنقيط من البلدان العربية الإسلامية التي بها علم كثير وكثير من العلماء، ولكن أهل المشرق لا يعرف عنهم كثيرا، لأن الكتابات أو أن أهل هذه المنطقة يتميزون بالحفظ الكثير وبالعلم الوفير، ولكنهم لا يكتبون كثيرا. ربما تكون هذه وجهة نظر، لأننا في المشرق لم نعرف كثيرا عن أهل موريتانيا إلا عندما يعني انتشرت أمور التكنولوجيا الحديثة هذه. أما قبل ذلك فكنا لا نعرف شيئا. صحيح. ولذا موريتانيا لم تكن بهذا الاسم قبل الاستقلال، قبل 60 و 900 و1000 كانت تسمى بشنقيط، ومعروفة عند أهل المشرق العربي بأهل شنقيط أو بالشناقطة. نعم. ومنهم علماء أفذاذ أتوا إلى بلاد المشرق العربي سواء في بلاد الحجاز أو في مصر، وكانت لهم إسهاماتهم اللغوية. أما شنقيط فأسست في القرن 7 الهجري على أرجح الأقوال. يعني الدكتور محمد المختار ولد أباه، عندهم اللازم بدل ابن يكتبون ولد 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 او ولد او ولد لا ادري كيف. سنتبين ايضا بعد قليل من استاذنا الدكتور احمد. نعم نعم. يقول ان الاقوال الماثوره تحكي لنا ان هذه المدينه انشئت عام 60 و100 تحت اسم ابير، ولعلها تصغير بئر مع اداه التعريف البربريه. نعم. يقول كانت واحة خصبة ومأهولة بعدد كثير من القبائل تفرقوا فيما بعد، ثم بنيت مدينة شنقيط في القرن 7 الهجري، ومعناها عيون الخيل. أما كلمة موريتانيا، عيون الخير أم الخيل؟ الخيل, الخيل. نعم. هذا معناها لازم تكون التسمية مناسبة للبيئة. مناسبة للبيئة صحيح. نعم، فتأخذ من الأمور الموجودة في البيئة. جميل. نعم. نعم. أما كلمة موريتانيا فيها تسمية أوروبية. نعم. نعم، قال بعض المؤرخين إنها مؤلفة من كلمتي مور وتانيا. المور هم سكان شمال إفريقيا ومنهم المسلمون الذين فتحوا الأندلس، وتانيا معناها الخيام، جمع خيمة، يعني أصلها تانت أو تان، أضيفت إليها اللاحقة يا. وقال آخرون موريتانيا تتألف من كلمة موروس في اللغة اليونانية بمعنى الأسمر أو السمر، وتانيا اللاتينية التي تدل على الأرض أو البلاد ومعناها بلاد السمر. جميل. هذا بالنسبة للتسمية أو الاسم. نعم. وأول من أطلق هذه التسمية رسميا
من الأوروبيين هو كابولاني أول حاكم فرنسي لبلاد شنقيط. طبعا في بعض المؤرخين يقول بأن أصل موريتانيا يعني أصلها محرف من كلمة موري بضم الميم وتشديد الراء، وهي نسبة إلى إحدى القبائل العربية التي قيل إنها وجدت في فترة من فترات التاريخ في شمال إفريقية. هناك أكثر من قول، يعني أكثر من قول في التسمية. طيب نختصر دكتور التاريخ لو طبعا الدكتور حماه الله ولد السالم ولد السالم أنا ينطقون ولد السالم ولد. نعم. يقول بشيء من التجوز تحقيب التاريخ الموريتاني، فيقسمه إلى فترات تاريخية: التاريخ القديم يعني من قبل الميلاد إلى القرن السابع الميلادي. نعم. طبعا يقول يتكلم عن الأغرمانت أو الجرمانت الذين كانوا يسكنون في شمالي إفريقيا، وأغلبهم من الرومان الذين كانوا يحكمون هذه المنطقة وعرفوا بالعربات التي أتوا بها إلى هذه المنطقة. التاريخ الوسيط يبدأ من الفتح الإسلامي في القرن الأول الهجري. نعم. وينتهي بسقوط تمبكتو سنة 91 و500 وألف من الميلاد، ويسمى العصر السنهاجي. التاريخ الحديث حديث. نعم طبعا العصر السنهاجي ينقسم قسمين، لكن ندخل إلى التاريخ الحديث ويسمى بالعصر الحساني، لأنه عرف السيطرة النهائية أو لبني حسان. بنو حسان كانوا يسيطرون على شبه البلاد الحالية. ويبدأ بسقوط تمبكتو عام 91 و500 وألف من الميلاد، وينتهي بحصار الحنيكات الشهير سنة 78 و700 وألف من الميلاد. نعم. التاريخ المعاصر يبدأ من سنة 78 و700 وألف، وينتهي بالسيطرة الاستعمارية الاحتلال الفرنسي لهذه البلاد سنة 93 وألف. تريد أن تضيف شيء آخر بسرعة؟ نعم. القبائل أو التقسيمات قسمها الدكتور إلى حسان، الزوايا، اللحمة، الصناع، المعلمون يعني، الزفانون، المغنون والشعراء، الحراطين، الأرقاء. وطبعا لن أدخل في تفصيلات هذه الأمور لأنها تحتاج إلى وقت طويل. صحيح. هنا دكتور أحمد، مرحبا بكم مجددا أستاذنا. حدثنا متفضلا عن المحاضر في موريتانيا، عن نظامها ومناهجها. أهلا وسهلا، حياكم الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء الذي يجدد العهد بإخواننا في المشرق، مما أشار الدكتور إلى حالهم مع أهل المغرب عموما وأهل بلادنا خصوصا. ولعلنا نتحمل جزءا من المسؤولية، كما قال الدكتور أننا لم نؤلف كثيرا كما ألف إخواننا في المشرق عن مدنهم وعن تاريخهم. أدخل في الموضوع الذي طلبتم. المحاضر هي جمع محضرة بالضاد أو بالضاء على خلاف في اشتقاقها. والمقصود بها عبارة عن جامعة أو مدرسة فيها جميع المستويات من الابتدائي إلى الجامعي. تدرس محضرة بدوية متنقلة لا تعرف القرار إلا في العصور المتأخرة حصل نوع من الاستقرار. ومدرسة بدوية فردية بمعنى شيخها واحد، وعادة أيضا الطالب يدرس بشكل فردي، وربما كان طالبان فأكثر يشتركان في نفس الدرس على الشيخ. تعتمد هذه المدارس على أساليب بدائية في تلقين وتلقي العلم، فتعتمد على الحفظ أساسا بسبب ندرة الكتب في الأصل، ويعتادون من ندرة الكتب خلاصات يجمعونها من شتى الكتب على شكل طرر وحواشي على متون مقررة في هذه المحاضر، يحفظها الطلاب ويستظهرونها، وطبعا الشيخ يستظهرها قبلهم، ثم يدرس كل طالب بشكل فردي على الشيخ، والشيخ يشرح له درسه اليومي، ولهم منهاج وطريقة في التلقي أيضا تحظر وتمنع تعدد المواد أو تعدد الدرس للطالب. الطالب يدرس فنا واحدا ويدرس درسا واحدا في اليوم.
لا يزيد عليه، وعندهم في ذلك نظرية يقول فيها بعض ناظميهم: وفي تراده الفنون المنع جاء، إذ توأمان استبقى لن يخرجا. فيرون أنه مثل التوائم لا بد من أن يخرج الأول ثم الثاني، ولا تراده الفنون عندهم، ويرون ذلك تضييعا للفنين أو الفنون التي تجمع. أن من يجمع الفنون لا يستطيع إتقان فنين. طيب دكتور، عذرا المقاطعة، هل لا تزال هذه الطريقة موجودة حتى الآن، يعني بالتقليدية أو بهذه البدائية كما تفضلتم؟ الطريقة لا تزال كما كانت موجودة بمقرراتها وبمناهجها العامة، ولكن في بعض أمورها الإجرائية التي كانت مرتبطة بقلة الموارد وبالتنقل البدوي قلت بشكل كبير. ما زالت هناك محاضر بدوية متنقلة، ولكن الغالب على المحاضر الآن القرار في قرى صغيرة أو كبيرة، وأساليبها تطورت. الآن يستخدمون أساليب بدل من اللوح والحبر الذي يعدونه من الفحم والصمغ، الصمغ العربي ووسائل والأقلام من الثمام ومن السبط وغيره من الأشجار. الآن صارت هناك وسائل حديثة، الأقلام الحديثة، ويستخدمون الورق ويستخدمون الأقلام ويستخدمون أحيانا الحواسيب والهواتف، وهذا يكون موجودا. لكن ما ليس راجعا لقلة الوسائل وندرتها ما زال محافظا عليه. المناهج وأسلوب التدريس وعدم ازدواج الفنون أو تعددها وكذا، هذه الخطوط العريضة المحضرة كانت وما تزال يعني كما كانت على تقاليدها. نعم، إذن سأعود إليك مجددا أستاذنا الدكتور حمدي. حدثنا إذن عن بدايات التعليم في مراحله بموريتانيا أو شنقيط. يعني لعل التعليم ارتبط أول ما ارتبط بدخول الإسلام إلى هذه المنطقة، ولكن ما يذكره الدكتور المختار بن حامد أن أول معلم عرفته موريتانيا في عهد المرابطين هو عبد الله بن ياسين الجزولي. نعم، متوفى سنة 51 و400 من الهجرة. يقول: جاء به يحيى بن إبراهيم الكدالي في فجر دولة المرابطين، فكان معلما ومربيا. معلما ومربيا، نظام التعليم معلم وتربية، يعني هو هذا النظام القديم وما تقوم عليه المحضرة. صحيح، يعني المحضرة ليس مثل الآن. يعني لا، الآن المشكلة الآن في أمور التعليم الموجودة في أمور المدارس والأمور المختلفة التي صارت على طريقة الغربيين، صارت تعلم ولا تربي، وصار يخرج منها ما نراه الآن. ليس على طريقة المحاضر كما ذكر. ليس على طريقة المحاضر. طريقة المحاضر تتبع الطرق الأولى التي كان عليها السلف الذين كانوا يتلقون عن مشايخهم. ومثل الكتاتيب في المشرق. ومثل الكتاتيب يعني؟ إلى فترات متأخرة، يعني صحيح. ليست الفترات الموجودة الآن. لأن الطالب يأخذ عن الشيخ العلم والعمل معاً. صحيح. موضوع التلقي يعني هذه، فلذا العلم والعمل. المعلمون الأوائل كان عبد الله بن ياسين الجزولي وأبو بكر محمد بن الحسن الحضرامي وإبراهيم الأموي، وثم طبعا في كل منطقة بعد ذلك أتى علماء آخرون، يعني نشر العلم في المنطقة التي نزل بها. يعني مثلا جاء الشريف عبد المؤمن مؤسس قرية تشيت وجد شرفائها المعروفين، ومعه الحاج عثمان جد بعض بطون إدو الحاج وأحد مؤسسي قرية ودان. قرأ على القاضي عياض طبعا المتوفى سنة 44 و500 في مراكش، وكان يسكنان أغمات، فانتشر عنهما العلم. طبعا ايضا موضوع الحفظ، يعني هناك احد تلاميذ القاضي عياض. نعم، من الاوائل، من القديم. من القديم. نعم. صحيح. يعني انا اذكر شيئا ذكره الدكتور. يعني كان الغلام في المدلش يقول يحفظ المدونه قبل بلوغه. ومثل غانت، معذره يا دكتور، في قريه تينيكي من أدرار، قيل إنه كانت توجد فيهم 300 جارية تحفظ موطأ مالك، فضلا عن غيره من المتون غير الرجال، ولهذا قيل طيب. العلم جكني. نعم. قبل فاصل ديوان العرب، أستاذنا الدكتور أحمد حدثنا متفضلا عن الفنون اللغوية والأدبية في المحضرة الشنقيطية.
بارك الله فيكم. بالنسبة للمحضرة الشنقيطية تدرس فيها جميع الفنون التقليدية المعروفة في فنون الأدب واللغة العربية، سواء ما تعلق منها بالشعر، وهذا أغلب ذلك في اللغة الآن الصوت بنوعه اللغة كمعجم. نعم الآن الصوت أحسن. اللغة نعم تفضل. اللغة كمعجم يدرسونها عن طريق بطريقتين. نعم. عن طريق الشعر، حفظ الشعر واستشراحه من الشيوخ. وفي هذا الصدد هناك مدونات مقررة تحفظ وتدرس، أشهرها الأشعار الستة الجاهلية باختيار الأعلم الشنتمري، وهي تقريبا حدود 5400 تقريبا من الأبيات، وديوان غيلان للرمة، وبعض المناطق فيها ديوان الهذليين. هذا من ناحية الدواوين الشعرية، طبعا غير المعلقات ومقصورة ابن دريد وكذا. وهناك نوع آخر من المقررات اللغوية عبارة عن متون لغوية في مجالات معينة، كالمقصور الممدود لابن مالك ومقصورة ابن دريد وما شابه ذلك. هذه كتب يدرسون من خلالها اللغة، وكمثلث ابن مالك يدرسون من خلالها اللغة عن طريق الأبنية، أبنية معينة، مقصور ممدود مثلث إلى آخره. هذا أسلوب في اللغة. في البلاغة يدرسون عادة منظومات لتلخيص القزويني، ومن المقررات الشهيرة عندهم ألفيت السيوطي التي عقد بها تلخيص القزويني، وكذلك تبصرة الأذهان في نكت المعاني والبيان المختار نبونة أيضا بنظم تلخيص القزويني، وكذلك الجوهر المكنوني الأخضري، هذا في البلاغة. في النحو كانت من المقررات قديما كتب ابن هشام، ثم كتب ابن مالك، التسهيل والخلاصة والكافية، واستقر أمرهم على مؤلف ألف واحد علماء الموريتانيين هو المختار بن بون الجكني، جمع ألفية أخرى وأكثر من ألف على ألفية ابن مالك، خللها بها، سماها الإحمرار، تمييزا لها لأنها تكتب باللون الأحمر والألفية تكتب باللون الأسود، يسمونها كحلال. جعل عليهم شرحين مختصرين مدمجين يحفظان مع النص، والجميع يسمى الجامع بين التسهيل والخلاصة المانع من الحشو والخصاصة، ويسمى اختصارا طرات ابن بونة. هذا هو المقرر في النحو، وهو مادة موسوعية جمعت التسهيل ابن مالك وشروحه وبين ألفيته، فلم تترك شاردة ولا واردة من خلافات البصريين والكوفيين إلا أشارت إليه بطريقة مكتنزة مختصرة يشرحها الشيخ ويحفظها الطالب. ما شاء الله، منهاج زاخر يعني في شتى الفنون والعلوم. المتن المقرر هو أيضا لامية ابن مالك، لامية الأفعال، ومعها احمرار أحد الموريتانيين هو الحسن بن زين الجناني، وطر على هذه النظمين أيضا تحفظ وتشرح وهكذا. نعم، جزاكم الله خيرا أيضا دكتور. فنتوقف الآن مشاهدينا الكرام مع فقرة ديوان العرب، ستكون هذا الأسبوع مع الشاعر سيد محمد بن الشيخ سيديا، وهو من أبرز شعراء موريتانيا بالقرن 19. سيد محمد بن الشيخ سيديا أحد أبرز شعراء موريتانيا في عصر نهضتها الشعرية بالقرن 19، وأحد دعاة التجديد الشعري الأوائل فيها. قال في إحدى قصائده: يا معشر البلغاء هل من لوذعي يهدي حجاه لمقصد لم يبدعي، إني هممت بأن أقول قصيدة بكرا فأعياني وجود المطلع، لكم اليد الطولى علي إن أنتم ألفيتموه ببقعة أو موضعي، فاستعملوا النظر السديد ومن يجد لما أحاول منكم فليصدعي. والشعر ليس كما يقول المدعي صعب المقادة مستدق المهيع، كم عز من قح بليغ قبلنا أو من أديب حافظ كالأصمعي. وتفاوت الشعراء أمر بين يدري الغبي وضوحه والألمعي، ما الشاعر المطبوع فيه سليقة وجبلة مثل الذي لم يطبع.
ومهذب الأشعار باد فضله عند السماع على المغذ المسرع. ما الشعر إلا ما تناسب حسنه فجرى على منوال نسج مبدع، لفظ رقيق ضم معنى رائقا للفهم يدنو وهو نائل المنزع، مزجت برقته الحلاوة يا له من راح دن بالفرات مشعشع، فيكاد يدركه الذكي حلاوة وطلاوة بالقلب قبل المسمع، تعرو القلوب له ارتياحا هزة يسخو الشحيح بها لحسن الموقع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العرب من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع اللغة العربية في شمال إفريقيا الجزء الثامن. دكتور حمدي، حدثنا متفضلا عن أحد أعلام موريتانيا أحمد بن الأمين بن محمد الأمين بن عثمان الشنقيطي أو شنقيطي، وعن كتابه الوسيط في تراجم أدباء شنقيط. نعم كما قلتم، هو سيد أحمد بن الأمين بن محمد الأمين بن عثمان، ينتمي إلى عائلة محمد الأمين بن عثمان العلوية، وهي عائلة اشتهرت بالذكاء والحفظ. ولد سنة 80 و200 وألف من الهجرة، وتربى في موطنه الأصلي بين العقل وبحيرة الركيز في جنوب موريتانيا. درس في أعوامه الأولى، حفظ القرآن الكريم ودرس العلوم الإسلامية والعربية. ظهر عليه في وقت مبكر يعني الميول إلى الشعر والأدب. طبعا الإنسان في بداياته الأولى يظهر ما ينبغ فيه، ولذا الأمور التعليمية في المراحل الأولى مهمة جدا، والأصل أن يقوم بالتعليم فيها كبار الأساتذة. صحيح. ليس صغار الأساتذة. ولذا في اليابان أساتذة التربية يدرسون الطلاب في المراحل الأولى ليصنفوهم، ما هذا يكون كذا وهذا يكون كذا وهذا يكون كذا، تخصص منذ التخصص منذ المراحل الأولى. صحيح. لا مثل ما يحدث في بلادنا العربية للأسف. طبعا له من شيوخ الأوائل عمه مأمون بن محمد الأمين ومحمد فال بن بالة، وممن ذكره في كتابه من الشيوخ اثنان من مشاهير المدرسين في عهده هما شيخ الأساتذة الشيخ ابن ألما وأستاذ الشيوخ يحظيه ابن عبد الودود. طبعا ثم بدأ الرحلة العلمية، كان موضوع الرحلة العلمية أن ينتقل إلى الحواضر العلمية في بلاد المغرب، فانتقل إلى فاس ومراكش ومكناس ومرا بمن السمارة، ثم أتبع ذلك أو واصل رحلته إلى بلاد المشرق، إلى مصر، ثم إلى بلاد الحجاز الحج، ثم عاد وسار إلى سوريا ورجع إلى مصر، وبقي في مصر إلى أن توفي سنة 31 و300 وألف من الهجرة، يعني ما يوافق 1913 من الميلاد، عن عمر يناهز 50 عاما. كان الشنقيطي من نوابغ عصره حفظا وضبطا، واشتهر بالزهد والتقشف وانتقاد البدع. له مؤلفات أغلبها في اللغة والأدب، يعني من هذه المؤلفات درء النبهاني عن حرم الشيخ سيدي أحمد التيجاني، الدرر في منع عمر، الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع. جميل. نعم، من جزئين على شرح همع الهوامع على السيوطي. نعم. كتاب السيوطي. شرح المعلقات العشر وأخبار قائليها، طهارة العرب، كتاب الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، الإعلام بمثلث الكلام لابن مالك، تصحيح كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني، تحفة المودود في المقصور والممدود لابن مالك. نعم. إلى آخره من الكتب اللغوية والأدبية التي يعني شرحها أو ضبطها أو علق عليها. نعم. أما كتاب الوسيط فهو ترجمة ل 29 شاعرا. نعم. يبدأ من القرن 11 الهجري إلى القرن 13 الهجري. نعم. طبعا جاء في مقدمة الطبعة الثانية الكتاب. نعم. هذا الكتاب من خير ما ألف من الكتب التي وضعت في تاريخ الآداب العربية في بلاد المغرب. طيب.
بل هو على الحقيقة الكتاب الأوحد لتاريخ الأدب العربي في بلاد شنقيط. نعم ودراسة أحوالها الأدبية والاجتماعية ووصف عاداتها وتقاليدها وطرق التربية والتعليم فيها، طبعا لأنه مات مبكرا في بداية القرن العشرين فيؤرخ للتاريخ السابق له فالذي يحتاج إلى القراءة في تاريخ موريتانيا الحديث لابد من أن يقرأ كتاب آخر قيم. بعد هذا الكتاب لكنه لكن كتاب قيم صحيح. متفرد وكتبه من حفظه صحيح. نعم صحيح. ولأن بعض النبهاء في من المصريين قال بأن العلم مشرقي فأراد أن يبرهن بأن أهل المغرب لهم في ذلك شأو وشأن صحيح. فكتب هذا الكتاب فعلا. حدثنا عن لغات أهل شنقيط وعن أصل هذه اللغات. نعم طبعا في كل منطقة قبل دخول الإسلام إليها كانت تتحدث بلغات أو بلغة غير اللغة العربية. من هذه اللغات كما يذكر الكاتبون يعني قسم يسمى يعني فيه قسمان من اللغات، قسم يسمى أزير وقسم يسمى كلام أزناقة. نعم القسم الأول يقولون لم يبق منه أثر إلا في مدينة وادان. يقول المؤلف بأنه يعني يتكلمون إلى زمنه من يتكلم به، والأغلب في ظن المؤلف أن القسمين واحد. نعم كلام أزناقة قال هو نوع من أنواع البربرية المغربية. يعني نعم. اللغة تابعة للغات البربرية. نعم تابعة يقول وهو موافق للسان الشلحي البربري يعني. بربري نعم ويقول الاختلاف بينهما اختلاف قليل يشبه الاختلاف بين التتري والبربر والترك. ترك. يعني التركي والتتري يعني اللغة متقاربة جدا يتفهمان معا كأنهما يتكلمان بلغة واحدة. يعني مثل الآن في اللغات العربية في اللهجات الموجودة في البلاد العربية المختلفة. صحيح. لنقل هذا يعني. نعم. يعني ويذكر لنا يقول بأن من هذه الأمثلة من هذه اللغة نعم. مثلا الطفل أغرباز تأنيثه بالتاء في الأول والتاء في الآخر التغربزت يعني نعم بمعنى يعني الطفلة التأنيث في الأول والآخر بالتاء في الأول وفي الآخر نعم هذا مثال نعم. طيب دعنا نذهب عفوا دكتور اللغة الحسنية نذهب للدكتور إن سمحت الآن الأمور جيدة إن شاء الله. الدكتور أحمد مزيد الآن تسمعني جيدا؟ نعم أسمعكم. حياكم الله. حدثنا متفضلا دكتور عن أحوال الشعر والشعراء في موريتانيا. نعم كما هو مشهور فإن بلاد موريتانيا بلاد أغرم أهلها بالشعر وتعلقوا به حتى صار جزءا من شخصية المجتمع وصار جزءا من شخصية الفرد في المجتمع أيضا وحتى لقبت البلاد ببلاد المليون شاعر فعلا لهذا المعنى بسبب شيوع الشعر فيها أرضا وتذوقا ودراسة. والشعراء في موريتانيا مثل أي شعراء الشعر هناك منازع للشعراء ومسالك في الشعر وهناك أيضا مؤثرات تؤثر في الشعراء. فثقافة الشاعر ومعلوماته النظرية لها تأثير في شعره. بيئة الشاعر المحيطة به سواء من جهة الطقس والبيئة الجغرافية وسواء من البيئة الاجتماعية المحيط الاجتماعي من عادات وتقاليد وما إلى ذلك ومدى ثقافة هذا المجتمع إلى آخره. هذه كلها عوامل مؤثرة فلذلك أثرت في شعراء موريتانيا لأن العلم منتشر وأغلب شعراء موريتانيا إما علماء متفننون في كل الفنون أو نعم دكتور أحمد علماء في اللغة العربية. نعم نعم الصوت يتقطع ولكن تفضل نعم. أكمل دكتور. نعم إذن من هنا خصائص الشعر الموريتاني. نعم دكتور لأن شلنا من يقرضون الشعر في موريتانيا هم من العلماء شعراء الكبار هم علماء في نفس الوقت فطبيعي من الطبيعي جدا أن تكون ثقافتهم شعرهم في هذه الصبغة العلمية وفيه تناص مع كثير من الفنون والمعارف والآداب والأشعار وهم كما تقدم معنا يحفظون دواوين الشعراء فلذلك يتأثرون بهذه الدواوين.
جميل. ثم يزيد على ذلك أن بيئة تومية نفس بيئة الجزيرة العربية، سواء كانت من جهة الغطاء النباتي، سواء كانت من جهة تضاريس، سواء كانت من جهة الحرارة، درجات الحرارة وما إلى ذلك. صحيح. العادات الاجتماعية في موريتانيا تشبه العادات التي نقرأ في الشعر الجاهلي من تربع المصيف والرحل ونفس الأساليب، فلذلك يأتي الشعر الموريتاني إذا قرأه المشرقي يظنه شعرا تقليديا فعلا نسخ نسخا. قبل قليل كنا نتحدث أنا والدكتور حمدي عن الشعر سيد بن سيديا، يعني الشيخ بن سيديا، يعني كأنه شعر جاهلي. نعم، لأنه هو استظهر الشعر الجاهلي. نعم. وحياته التي يعيشها هي حياة الشعراء الجاهليين. صحيح. لا تختلف عنها، لا تختلف عنها من ناحية الشكلية إلا في الأمور المتعلقة بالدين التي جاء بها الدين فقط. أما ما سوى ذلك من شعراء صدر الإسلام لا تختلف عنها بشيء. نعم. فذلك طبيعي جدا إذا كان الشخص ثقافته التي يستلهم منها هي هذا الشعر وبيئته التي يعيشها مشابهة. فعلا. فلا تتوقع أن يأتي شعر آخر. فالشعر المطبوع هو من يشبه شعره شعر الجاهلية وشعراء صدر الإسلام. من هنا دكتور أحمد استلف نوعا ما. نعم. هو نعم. الذي يخرج عن ذلك. نعم. من هنا يخرج إلى شعراء العصر العباسي وشعراء المولدين. صحيح. بسبب ثقافتهم أيضا، وبعضهم مطبوع لا يتكلف في ذلك بسبب كثرة ما يحفظه من دواوين هؤلاء. نعم. كديوان المتنبي مثلا وهو شائع الحفظ، وديوان البحث والأخطل وغيرهم. فمثل هؤلاء، وعندنا مقطوعة هنا تبين هذا المعنى مثلا لنفس الشعر الشخص ديا مثلا يقول نعم من محتدين حووا أدبا على حسب فداسوا أديم الفرقدين بأخمصين أذاكر جمعهم ويذاكروني بكل تخالف في مذهبين كخلف الليث والنعمان طورا وخلف الأشعري مع الجويني وأوراد الجليد وفرقتيه إذا وردوا شراب المشربين وأقواء الخليل وسيبويه وأهل كوفة والأخفشين نوضح حيث تتبس المعاني دقيق الفرق بين المعنيين. جميل. وأطوار كلدارا وكسرى الفارسي وذي رعين ونحو الستة الشعراء ننحو ونحو مهلهل ومرقشين وشعر الأعمى يعني بشار و وهذا لا اسمه المعري وشعر الأعميين وإن شئنا في شعر الأعشيين ونذهب تارة لأبي واسن ونذهب تارة لابن الحسين عن متنبي. ما شاء الله. هذا ما شاء الله. من هنا دكتور يعني في سؤال آخر أيضا، حدثنا متفضلا باختصار عن خصائص الشعر الموريتاني. يمكن أن نجمع الخصائص بأنه شعر ملتزم التزاما صارما بالقوالب الخليلية للشعر، يعني قبل العصر الحديث والشعر الحداثة لا يوجد شعر نعم. طبعا حر. وحتى شعر الرمزي المغلف الرمزية هذا لم يكن موجودا قبل العصر الحديث. هذا من خصائصه. لا، وكذلك التقيد بالفصيح بل بالأفصح أحيانا بسبب النزعة العالمية التي أشرنا إليها. نعم. واحترام اللغة والنحو والجري على أغراض تقليدية في صناعة الشعر من مدح وهجاء وفخر. نعم. ومديح للنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. هذا أيضا من خصائص التناص مع الشعر المحفوظ في العصور المختلفة، خاصة العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام وعصر العصر العباسي. نعم. فخصائص كلها موجودة. نعم. فالعامل الأول أشرنا إليه اللي هو قضية عالمية الشعراء وأنهم أغلبهم علماء أو على الأقل مثقفون ثقافة جيدة في اللغة العربية. صحيح. التقارب في البيئة بين الـ بين الـ بين الـ بين هذا وذاك يظهر ذلك في الشعر بوجود بعض الشعراء ينزعون إلى المعجم إلى أن يكون شعرهم عميق جدا. نعم. ومعجمهم صعب جدا. نعم. من الشعر طلبة مثلا الذي عارض جيمية شماخ بن إدرار الغطفاني ولامية الأعشى و نعم. وميمية ميد بن ثور لقصائد تمنى أن يلقى هؤلاء المسلمين منه بالجنة فيحكوا بين الجنة بينه وبينه أيهما أحسن شعرا يعني. نعم. طبعا المقاييس التي كانت موجودة للشعر والنقد القديم طبعا. طيب دكتور أحمد سأعود إليك بسؤال أخير مختصر يعني، ولكن بدقيقة دكتور حمدي، حدثنا أيضا عن الشيخ أبي عبد الله طالب محمد البرتلي الولاتي وكتابي فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور، يعني باختصار دكتور. نعم. تفضل. الشيخ ترجم له أحد تلاميذه فقال هو محمد عبد الله بن
عبد الله بن أبي بكر، نعم، الصديق بن عبد الله بن محمد الطالب، علي بنان البرتلي أو البرتلي البرتلي برتلي، نعم نعم، من صفاء العلامة الإمام المشهور، العلامة الحجة الحافظ، المطلع المحقق الكبير، الثقة الثبت، الفقيه النظار المجتهد، إلى آخره من هذه الصفات. يعني طبعا له خصائص وله تواليف عديدة، له شرح على أسماء الله الحسنى، وله شرح على السلم ونسب الشرفاء ذرية مولاي الشريف، وتأليف في تراجم علماء التكرور، وتأليف في علم السر، وتأليف في علم التاريخ، إلى آخره. أبرز ما جاء في فتح الشكور دكتور كتابه؟ نعم، هو ولد سنة 400 و1000، وتوفي سنة 1219 من الهجرة. نعم. الكتاب يشتمل على 200 ترجمة، ترجمة لعالم من في زمن مدته 160 عاما. ما شاء الله. نعم، فهو ذلك من كتب التراجم لعلماء هذه المنطقة التي لا يعرف عنها أهل المشرق كثيرا. نعم. يعني يحتاج العلماء أن يمدوا أيديهم إلى مثل هذه الكنوز. نعم. ويعرفوها للناس وينشروها لتكون يعني زادا لهم في، نعم، تراجم أهل المغرب. هو الوقت انتهى، ولكن سنأخذ دقيقة أخيرة معك دكتور أحمد لتحدثنا فيها بإيجاز عن أبرز المدارس الأدبية في موريتانيا. نعم، إذا أردنا التقسيم فهناك تقسيم ذكره الدكتور جمال الحسن في أطروح الدكتوراه في تونس، نعم، في الاتجاهات الأدبية في الشعر الشنقيطي في القرن 13، وهي رسالة مطبوعة، ذكر تقريبا أن هناك مدارس أو اتجاهات يمكن أن نسميها تجوزا مدارس. هناك مدرسة هي الأقدم، سماها مدرسة البلاغة، هي تميل للمحسنات البديعية، تشبه مسلك البحتري وأبو تمام وما شابه ذلك. صنعة. وأبرز هذه المدرسة سيدي محمد سيدي عبد الله الرازقة، وديوانه مطبوع. وهناك مدرسة الأنصار القديم، وهي الغالب على شعراء موريتانيا، وهي المدرسة التي تتناص ومع الشعر الجاهلي وتشبهه. إذا قرأت القصيدة منها دون أن تعرف قائلها لا يمكن أن تقول إلا إنها لشاعر جاهلي مغل في الجاهلية، أو إذا نزلت يكون صدر الإسلام. وأبرز شعراء هذه محمد للطلبة يعقوبي. يعقوبي، نعم. وهو اسم مدرسة التجديد والأصالة. وأبرز شعرائها سيد محمد للشيخ سيدية. سيدية الذي تناولناه في دين العرب. التجديد والنزوع للتجديد في شعره واضحة من خلال القصيدة التي قرأتهم، عينيته الشهيرة: يا معشر البلغاء، هل من لوذعي يهدى حجاه بمطلع لم يبدعي، إني هممت بأن أقول قصيدة بكرا فاعياني وجود المطلع. الله جميل. هناك مدرسة الحديثة، وفيها كل الاتجاهات الأدبية الحديثة من حداثة وغيرها، ولها شعراؤها الذين فاز بعضهم في مسابقات عالمية في الشعر ومنتديات عالمية في الشعر، لعلهم أشهر من هؤلاء عند المشارقة، لأنهم جاءوا في عصر الثورة الإعلامية. صحيح. من أبرز محمد العبدي مثلا في الشعر الحداثة. وهناك بعض الشعراء اتجاه آخر يمكن أن نضيفه لما ذكره جمال. نعم. اللهجة الحسانية التي، نعم، هي أصولها عربية مخلوطة بالبربرية، مع اللغة العربية، وأهله يميلون للبساطة في التعبير والاستفادة من الأمثال العامية وتعريبها وما إلى ذلك. نعم. من أشهر هؤلاء محمد أحمد يورا، وديوانه أيضا مشهور وشعره. نعم. وهناك هذا التقسيم أيضا في الحقيقة تقريبي جدا، لأن الشاعر الواحد تجد في شعره كل هذه المنازع وكل هذه الأساليب. صحيح. بحسب الظروف وبحسب المقتضيات التي، نعم، اختارت منه. نعم دكتور، عذر المقاطعة، تجعله يختار لكل مقام مقالا. صحيح. ولكل إذن أسلوبا. نعم. الله أعلم. أعتذر منك لضيق الوقت في ختام فقرة موضوع حلقتنا إذا لهذا الأسبوع. نشكر ضيفنا عبر أسكاب من وكشوط الأستاذ الدكتور أحمد مزيل بوني، عضو مجلس اللسان العربي في موريتانيا. شكرا جزيلا لكم أستاذنا. أهلا وسهلا، حياكم حياكم الله. أما الآن مشاهدينا الكرام فنبقى مع وقفة قصيرة قبل البيان القرآني وفقرة من الذاكرة عنوانها تصريف الأفعال.
حسن وفى يفي في وقى يقي قي صح؟ صح صح تصديق حسن. نقول للشخص أحيانا دع هذا الشيء، دع الكسل وانهض للعمل. دع، ما هي صيغة الفعل الماضي لدع؟ ودع الصبر محب ودعك. ودع؟ لا، ودع يدع دع. صح، ودع يدع دع. ودع الشيء تركه، وودع صديقي مالا عندي. تركه. صح. قال الشاعر: ليت شعري من حبيبي ما الذي غاله في الحب حتى ودعه، وقرئ ما ودعك ربك وما قلى، وودع ودع الرجل. سكن واطمأن. نعم. ودع يودع. نعم. وداع فهو وديع. صح، هذا صحيح. ووادع. صح. وادع الرجل خصمه. صالحه وسالمه، وتوادع القوم تصالحوا. صح، أحسنت أحسنت. وأودع. أودع الشيء تركه وديعه. صح، أحسنت. ولك جائزة ثمينة. شكرا شكرا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العرب من الرافدين. ها قد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني، عنوانها هذا الأسبوع: اللغات في القرآن الكريم، الجزء العاشر. حياكم الله مشاهدينا الكرام في البيان القرآني، ونبدأ من قوله تعالى في سورة الإنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. ما معنى زنجبيلا هنا دكتور، وما لغتها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يذكر السيوطي عن الثعالبي في فقه اللغة، يقول بأنه فارسي، وكذا الجواليقي، وإن كان الجواليقي لم ينسبها إلى لغة يعني. قال أبو حنيفة الدينوري كتاب النبات، له كتاب اسمه النبات من الكتب الرائعة، قال: والزنجبيل مما ينبت ببلاد العرب في أرض عمان، وهو عروق تسري في الأرض وليس بشجر، وأخبرني من رآه قال: نباته نبات الراسن، وهم يأكلونه رطبا كما يؤكل البقل، ويستعمل يابسة، وأجود ما يؤتى به من بلاد الصين وأرض الزنج، وقد أكثر الشعراء ذكره ونطق به القرآن. يعني حتى قبل الإسلام الشعراء ذكروه على أنه عربي يعني. نعم. يعني أولا نبت في بلاد عمان، وبلاد عمان في شبه الجزيرة العربية. صحيح. يعني العرب يعرفونه وزرعوه، وما دام ينبت في هذه البلاد والعرب تعرفه، فنقول بأن هذه اللفظة من توافق اللغات. صحيح. نعم. قد تكون معربة يعني. يعني أقل ما فيها بأنها أتت من 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 البلاد التي أتت منها، وتناولها العرب في جاهليتهم وتكلم بها الشعراء فصارت عربية عربي. بالتحدث، وإن كنت صحيح. أميل إلى أنها من توافق اللغات، متوافق. لأنها تنبت في شبه الجزيرة العربية. جميل. نعم. أيضا مشاهدينا الكرام، من ذلك في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة في البقرة. معنى سجدا هنا دكتور، لغتها أيضا. ينقل السيوطي عن الواسطي في قوله تعالى: ادخلوا الباب سجدا،
أي مقنع الرؤوس بالسريانية. الكلمة عربية اشتقاقتها قولا واحدا جميع اشتقاقاتها عربية. لا 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 محيد عن ذلك. لا وجودها في باشتقاقاتها المختلفة وبمعانيها المختلفة في اللغة العربية. سجد يسجد سجودا وسجد مبالغة يعني. نعم نعم. أيضا من ذلك مشاهدينا في قوله تعالى في سورة الأنبياء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كطي السجل للكتب، هنا دكتور معنى السجل ولغتها. السيوطي ينقل عن ابن مردويه بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: السجل بلغة الحبشة الرجل. وقال بعربية الكلمة ابن دريد في الجمهرة قال: السجل الكتاب. وزعم قوم أنه فارسي معرب فقالوا سجل أي ثلاثة ختوم. ودفع ذلك أبو عبيدة وعلماء البصريين ولم يتكلم الأصمعي فيه بشيء، وهو عربي صحيح إن شاء الله. جميل. نعم. في ذلك أيضا مشاهدين الكرام في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. في سورة هود، ما معنى سجيل هنا دكتور وما لغتها؟ ينقل السيوطي عن الجواليقي في المعرب يقول: بالفارسية سنك وجل أي حجارة وطين. وقال الفريابي إلى آخره عن مجاهد قال: سجيل بالفارسية أولها حجارة وآخرها طين. وقال ابن أبي شيبة عن بسنده عن عكرمة عن ابن عباس في قول سجيل قال: هي بالفارسية سنك وجل حجر وطين. وقال أيضا بسنده عن جابر عن ابن ساباط قال: سجيل هي بالفارسية. طيب. وقال الأزهري قال: الناس في سجيل أقوالا. وفي التفسير أنها من جل وطين. وقيل من جل وحجارة. وقال أهل اللغة هذا فارسي، والعرب لا تعرف هذا. والذي عندنا والله أعلم في تهذيب اللغة أنه إذا كان التفسير صحيحا فهو فارسي أعرب، لأن الله قد ذكر هذه الحجارة في قصة لوط فقال: لنرسل عليهم حجارة من طين. طيب. فقد بين للعرب ما عني بسجيل. ومن كلام الفرسي ما لا يحصى مما قد أعربته العرب. إلى آخره. أصبح عربية يعني. نعم. عربت. نعم. نعم. طيب دكتور، في الدقيقة الأخيرة إن سمحتم، هو في بعض العرب يقول بأن معناها الصلب وأنها عربية. عربية أصلا. نعم. جميل. من سجيل إلى كلمة سجين. نعم. إذن في قوله تعالى مشاهدينا الكرام: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، في المطففين، ما معنى سجين وما لغتها دكتور؟ يذكر أبو حاتم في الزينة بأنه غير عربي. لكن جاء في اللسان ما يبين أن الكلمة عربية لورودها باشتقاقاتها المختلفة فيها. قال: سجين فعيل من السجن، والسجين السجن، وسجين واد في جهنم نعوذ بالله منها. آمين. مشتق من ذلك. والسجين الصلب الشديد من كل شيء. وقوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، قيل المعنى أن كتابهم في حبس لخساسة منزلتهم عند الله عز وجل. وقيل في سجين في حجر تحت الأرض السابعة. إلى آخره من هذا الكلام. وممن قال باشتقاق سجين ابن قتيبة أيضا. قال: لفي سجين فعيل من سجنت. مبالغة الكوفيين بأن الاشتقاق من الفعل. الاشتقاق من الفعل. نعم. جميل دكتور. وقال كذلك الزمخشري. نعم. وكذلك يعني في أقوال كثيرة الكلمة عربية. إذن في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية، جزاكم الله خير الجزاء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نلقاكم مشاهدينا الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى وحلقة جديدة من لسان العرب في رعاية الله وحفظه.